اهو تشاهدين. صباح الفل. صباح الخير. اليوم مش عارف كام بقى، ما بقتش اعد بامانه من الجمال اللي احنا فيه. ايوه بقيت اصحى وخلاص بقى، اللي هو زي الفل وخلاص. حافظ مش فاهم بقى. يلا ننزل. يلا ننزل يلا وخلاص بقى، يعني اتكتب علينا. ايه ده يا استاذ؟ انا نازله النهارده بحاجه، فهو احمد مصطفى يعرف الحاجه. الحاجة دي حاجة هو حلوة لي يعني، بس أنا لسه مش قايلاها. حلوة ليا، عاملة لي مفاجأة. اشتغل صبح وليل ولا حاجة. بص يا ستي، أنا هفتح أهو. قاعد إيه ده؟ ده ما فينا أهو باين. أيوه بس أنت مش عارف. مربيها. أيوه يعني عاملة لي فطار يعني؟ أيوه. ده إيه خير؟ اللهم اجعله خير في النهاردة. قوليلي المصيبة، فكك من التي. لا اصل انا عارف، قوليلي في اصل كده في حدث هيتم، يعني مثلا في كارد هيتم مني، في مصيبة، في صحابها جايين فنلبس في خروجة، يعني قوليلي الصدمة ايه؟ وانا قشطة يعني متقبلة، بس افطار الصبح. تخيل ايه الدكتور قال ده اخر يوم ليا. لا حبيبي بعد الشهر. بعد الشهر ما في حاجه يعني، حد اتصل قال في حاجه، الناس هتيجي مثلا تختلني، فانت قلت تعملي واجب مع زوجك لاخر مره. قلت احضرك بقى، ادلعك شويه ايه، عشان خاطر بتوصلي كل يوم يعني، فلازم في واجب. انت ناويه تسرقيني يعني؟ اروح امن على الحاجه مثلا؟ انا بدخل على طول في حاجه، اروح اشيل السكاكين ولا اعمل ايه؟ انت بدات تقلق؟ بدات عيل بدات يعني لما اصلا يعني لما تبقى صباح الفل يلا بينا. طب كوبايه شاي، كوبايه اي حاجه في ففجاه تلاقي سندوتشات. وسندوتشات ايه بقى؟ في لانشون فريك شيكدودو. شيكدودو ده مسمم، ما تاكلش نصيحة مني. اول لما تلاقي لانشونات وبتاع اعرف ان انت محتاج. طب لخفنيهم، بص لخفنيهم مع بعض. لخفني السندوتشات. فول بص. طيب احط لي السم في اللانشون عشان طبعا هقول فول ولا لا؟ هاكل فول. فول بزيت زيتون. زيت زيتون ايه ده؟ ده ميه نار. السين بتاعكم يا بنات، ما انا بعد البرامج اللي بتطلع ولو قال لك اخنقيه ولو قال لك اذبحيه فانا قلقت. طب عارف في ايه تاني؟ في ايه بقى؟ ايوه هطلع سكينه اهو تشاهدين. بطاطس. ايه رايك؟ مش فاهم حاجه. انتوا شاهدين معانا يا جدعان عشان لو حصل حاجه، لو غبت الرساله لابويا وامي. انا اخر حاجه اكلتها لانشو. الطب الشرعي هو اللي يقول. هيقول ايه؟ مش عارف، ما انا مش حاسس اليوم. ربنا يستر. ده ايه طيب يعني مثلا؟ عملت حاجه انا عشان صبيت الشوربه امبارح فانت وقلت يا ابني قلت ادلعك شويه واعمل حد قال حاجه؟ طيب انت بص بص مفيش خلاص، انا بعد كده مش هعمل حاجه خلاص. بص انت مخليني اول واخر مره. ايوه ما لازم خلاص خلاص. لا لقيتيهم على باب السلم. ما هو طالما انت مش هتعملي تاني يبقى ده لقيتيهم. طب هتاكلي معايا ولا حتى لا؟ طالما هتاكل معايا يبقى ما تسابوش. طب ايه؟ لا هتخلصهم كلهم. خدتيهم من جنب اي حد وانت ماشيه؟ طب نروح ناكل بقى بعد اذنكم يا جدعان. يلا نبدا باللانشون. لا اهو يا جماعه هديله الشيكودودو. الشيكودودو الشيكودودو. قبل ما ايه رايك في المفاجاه؟ لا جميله الصراحه. يا ريت انا هبدا بالفول بقى. الشيكودودو المهم نفطر. عارف تلاقي افطار دلوقتي. بس انت قلت خلاص في حاجه ومقلق وبتاع، دي اول واخر مره خلاص مفيش الكلام ده تاني يا ستي. هو كان بيحصل عشان اقول لا ولا اتعب. عايزين كيس شيبس كبير بقى؟ ايوه مع الفينو ده. بيبس لو في بيبس حلو برضه. نعمل
لي فطار ب 20 جنيه هتصرف عليهم 50 جنيه. ده انا كنت روحت وقفت عند احلى عربية فول وخلصت القصة يعني. ماشي كيس شيبسي، لازم كيس شيبسي مع الساندوتشات لازم عشان نعرف نفطر. كملي انت بقى. انا مش الحاجة دي اللي انا جايبها؟ وانت بقيتي ما توقعتش يعني هعملك ساندوتشات لما توقفت العيشي فين امبارح؟ توقعتش؟ والله انا اتوقعت لما انزل انا الشغل انت اللي تكك فيه. انا يعني هتوقع ايه غير كده؟ زنقوا واهدوا خالص، احنا متاخرين كده كده. احلى حاجه يا جدعان في مصر الطريق كله يبقى فاضي والناس تيجي جنبه وتلاقي ستة سبعة في دورية وماشيين لازقين في بعض. انت بقى انت تحس ساعتها ان انت المغناطيس بتاعهم يعني. بس يلا باي باي يا جماعة، باي باي عشان نكمل السندوتش. ولو ما ظهرتش تاني بلغوا بلغوا يا جدعان. بلغوا بلغوا. صدق والله انا اول واخر مرة اهو انا قلت لك اهو. اهي مرة في حياتي ابقى احلف عليها يا امك لما عملت السندوتشات يا جماعة. يلا باي باي. باي باي اكمل فطار يلا. شايفين يا جماعة السندوتشات ولا اكني رايحة رحلة، والله العظيم ولا اكننا طالعين رحلة. شايف الحلاوة؟ يا شايف شايف الحلاوة.